الفنان مصطفى غريب وجه الشكر لكل القائمين على الجزء السابع من مسلسل الكبير قوي، وعلق على صفحته فركش مسلسل الكبير: عاوز أشكر كل الناس اللي كانت قدام الكاميرا وورا الكاميرا على مجهودهم الكبير قوي علشان المسلسل يكمل للآخر. يا رب دايما متجمعين وبنحاول نقدم حاجة تبسط وتفرح الناس. فضل ربنا كبير قوي عليا إنه جعل الأحمدين في طريقي، الأستاذ أحمد مكي والأستاذ أحمد الجدني. شكرا لكل اللي بتعملوه معايا ومع غيري، ربنا يجعلكم سبب دايما في سعادة وفرحة الناس. بحبكم جدا ومدين ليكم بحاجات كتير حلوة قوي. المخرج محمد شاكر خضير أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، واللي بدأ عرضه في النص الثاني من رمضان، والمسلسل كمان 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وباقي لفريق العمل 5 أيام علشان ينتهوا من تصوير المسلسل، والمخرج يتفرغ لمونتاج الحلقات اللي باقية. الفنانة أصالة أشادت بمسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، وده بعد عرضه كتبت أصالة على حسابها في تويتر وقالت: منى زكي خلقت لتبهر، أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق، الله يحفظك للفن ولعيلتك وأحبابك يا عبقريتنا الغالية. وهنا ردت عليها منى زكي وقالت: صولة دايما بتخجليني بتواضعك وكلامك الحلو، والكلام ده لما بيجي من فنانة كبيرة زيك ده شرف كبير. الفنان أحمد فهيم قال إن شخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة شخصية مركبة، وهي من أصعب الشخصيات اللي قدمتها طول مسيرتي الفنية، علشان كده الشخصية دي أرهقتني جدا أثناء التحضير لها، خصوصا إني اتعاقدت على المسلسل قبل انطلاق التصوير بيومين بس، لأني كنت الترشيح الثالث للمخرج محمد سامي اللي اتكلم معايا للمشاركة في العمل، فانجذبت للشخصية بشكل كبير، وكان التحضير لشخصية بالصعوبة دي وفي 48 ساعة بس تحدي كبير جدا بالنسبة لي. لسه مع مسلسل جعفر العمدة، الفنانة إيمان العاصي أكدت إن شخصية دلال في المسلسل فيها تناقضات كتير، هي ذكية وخبيثة وقوية قدام أهلها لكنها ضعيفة قدام جوزها. إيمان قالت كمان إن فريق العمل كان عندهم إحساس بنجاح المسلسل أثناء التصوير وإن لحد دلوقتي المسلسل لسه فيه مفاجآت وأحداث جديدة وكتيرة. النجمة محمود عبد المغني كشف عن تحضيراته الخاصة لتقديم دور جمال في مسلسل حضرة العمدة، وقال: اتدربت على الشخصية وأبعدها لفترة قبل التصوير، وذاكرت التفاصيل الخاصة بتركيبة الشخصية الخاصة بجمال صبرا، وتعلمت طريقة ازاي أمسك الريشة والألوان، ودي طريقتي الخاصة لما بقدم أي دور في عمل فني، بروح أحلل وأفهم الدور والشخصية وفقا لطبيعة حياته وقدرته على التأقلم مع الظروف المتغيرة من حواليه وأبعدها من كل الجوانب. النجم أحمد وفي عبر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل سر البيت للمخرج خالد يوسف، وقال: البداية كانت مفاجأة من اتصال من شركة الإنتاج وقالوا لي إن الأستاذ خالد يوسف محتاجك تكون معاه في المسلسل وإنهم هيبعتوا لي السيناريو عشان أقراه، وهنا قلت لهم أنا مع خالد يوسف حتى من قبل ما أقرأ السكريبت. وبعد القراية كتبت: كنت سعيد جدا لاختياري في دور يوسف لأنها شخصية مختلفة تماما وبتمثل دور الربط في المسلسل بين الأحداث. ولسه مع سر البيت، والفنانة حنان مطاوع شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة ليها من كواليس المسلسل على صفحتها الرسمية على الانستجرام، وظهرت حنان في الصور مع الفنان أحمد السعداني، وعلقت: أحمد السعداني أخويا وصديقي اللي ساعدت بيه بالعمل سواء أمام الكاميرا لأنه فنان متمكن وحساس، أو في الكواليس لأخلاقه العالية وروحه المرحة، بالتوفيق يا سلطان حامد. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك. شكرا كامل. شكرا جزيلا.